ومن محيط مرفأ بيروت تنضم إلينا مراسلة الغد كلودي أبي حنا. أهلا بك معنا كلودي. إذن بيروت ربما تعيش على واقع اليوم فعاليات ذكرى مرور شهر على انفجار مرفأ بيروت، كيف تبدو الصورة حتى اللحظة كلودي؟ الآن يعني حصل هذا الاستذكار وكانت لحظات مؤثرة، خصوصا عندما تحدث أهالي الضحايا الذين سقطوا في هذا الانفجار وتحدثوا عن معاناتهم الكبيرة نتيجة فقدانهم أحبائهم. في الواقع يمكننا الاختصار بكلمات ثلاث: حزن، غضب، ونقمة. هذا هو حال الذين شاركوا في هذه اللقاءات التضامنية التي شهدتها هذه المنطقة ابتداء من حوالي ساعتين من الآن، بدءا بصلوات مشتركة ودقيقة صمت كما ذكرتم وتحية قدمها الجيش اللبناني. عكس هذا اللقاء هذا الالتحام بين الشعب وبين جيشه، لأن هذين الطرفين كانا موجودين، وفي حين أن المسؤولين لم يشارك أحد منهم بشكل مباشر، كان هناك قداس على نية الضحايا في القصر الجمهوري، ولكن لم يكن فيه أي حضور شعبي ولم يأتي أي من المسؤولين إلى هذه اللقاءات التضامنية. سوف أريكم خلفي، يعني قد تشهدون في خلفية الصورة أن بعض الأشخاص لا يزالون يضيئون الشموع هنا نصب تذكاري قرب المرفأ، وذلك على مقربة من تمثال المغترب اللبناني. لعل في هذه الصورة الرمزية لم يعد هناك أشخاص كثيرون موجودين، العدد محدود، ولكن هذه الصورة الرمزية تعكس واقع لبنان. اللبنانيون يريدون البقاء في وطنهم، يضيئون الشموع على نية شهدائهم، وإلى جانبهم تمثال المغترب، هذا المغترب الذي غادر لبنان، وهناك موجة كبيرة من الاغتراب تسجل الآن، والعديدون يريدون المغادرة في حين أن هناك من يريدون البقاء في لبنان ويعيشون صراع البقاء وتحمل كل المعاناة التي يعيشونها. نعم. أو اختيار وطن آخر بديل. طيب، عنه على الرغم من هذا الحزن الذي يخيم على بيروت اليوم كلودي، ولكن هناك أمل ربما من إيجاد ربما حتى أحياء تحت الأنقاض أو جثث تحت الأنقاض، كيف هل من جديد بخصوص هذا الموضوع كلودي؟ في الواقع دعيني أذكر أنني كنت هناك طيلة هذا النهار في ساعات الصباح وحتى بعد الظهر نواكب عمليات رفع الأنقاض نتيجة الأنباء التي صدرت أن كلبا تابعا للفريق التشيلي، فريق الإنقاذ التشيلي، هو تحسس وجود نفس أو نبض لكائن حي تحت الأنقاض في هذه المنطقة إلى جانب جثة. ولكن المعطيات التي لدينا وعددا من الناشطين كانوا دائما يستبعدون أن يكون بالفعل هناك كائن حي إنسان استطاع أن يصمد طيلة شهر كامل. في أي حال كانت هناك أخبار سمعناها هنا من على هذه المنصة في اللقاء التضامني أنه تم العثور على شخص هو كان يبيع العصير في هذه المنطقة، وهذا الأمر هو الذي دفع إلى أن يبقى حيا لأنه كان يتناول العصير بكميات كبيرة كانت معه، ولكن تبين أن هذا الأمر ليس أكثر من شائعة ولم يتم العثور حتى هذه اللحظة التي أنا معك فيها على أي شخص حي في المكان. العمليات سوف تستمر حوالي ثلاث ساعات حتى هذه الليلة، أي العاشرة مساء بالتوقيت المحلي. إن لم يتم العثور على أي كائن حي سوف تتوقف ليتم استئناف هذه العمليات صباح الغد. ولكن تحدثت أيضا إلى ناشطين هنا أتوا إلى هنا وكانوا في منطقة مرم خايل وعادوا واستبعدوا أن يكون بالفعل كائن حي استطاع أن يصمد طيلة 30 يوما. ولكن اللبنانيين يعني عيونهم مسمرة على هذا الحدث، على عمليات رفع الأنقاض، لأنهم يريدون التشبث بالأمل. طيب سياسيا كلودي، هل هناك أمل ربما لدى الشعب اللبناني في تشكيل هذه الحكومة الجديدة، حكومة إنقاذ التي من الممكن أن تعبر بلبنان إلى بر الأمان؟ يعني ليس أمام اللبنانيين أي خيار آخر، عليهم الانتظار ليروا ما ستكون عليه هذه الحكومة.
على أمل أن تكون حكومة جيدة تحظى بالثقة، ثقة اللبنانيين بشكل أولي وثقة المجتمع الدولي بشكل على المرتبة الثانية، كي تتمكن من النهوض بلبنان، من إعادة النفس الهواء إلى اللبنانيين كي يستطيعوا أن يكملوا هذه المرحلة الصعبة ويتجاوزوها. ليس من خيار آخر أمامهم سوى الترقب والانتظار، ولكن هواجسهم كثيرة وتساؤلاتهم كثيرة، والخبرات التي عاشوها خصوصا مع الحكومة الأخيرة كانت تجربة صعبة جدا ولم تؤدي إلى أي نتيجة، حتى أن يعني رئيس الحكومة المستقيلة خضع للتحقيق بالأمس في جريمة المرفأ، لأنه كان عليه أن ينزل إلى المرفأ ولكنه تبلغ من أحد الضباط أن ما هو موجود ليس مادة خطرة ولا حاجة لأن ينزل إلى المرفأ. إذن يعني يريد اللبنانيون مسؤولين يكونون على مستواهم، مسؤولين كفؤين جديرين بالمسؤولية كي يعبروا بالبلد من هذه المرحلة البالغة الصعوبة وغير المسبوقة بصعوباتها وتحدياتها إلى مرحلة أفضل، لن نقول بكثير إنما بقليل على الأقل. شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلة الغد كلودي أبي حن، أشكر.